ببعض الأمور اللي حصل عندنا. السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشؤون المصريين في الخارج نشرت مقطع صوتي بتطالب فيه أعضاء جروب المصريون العاملون بالخليج بعدم الرد على النائبة الكويتية، وده على خلفية هجومها على الوزيرة بشأن واقعة المواطنة المصرية في الكويت السيدة فاطمة اللي تعرضت للاعتداء بدولة الكويت. تعالوا نتابع مع بعض السفيرة نبيلة مكرم قالت ايه ونرجع نتحاور حول هذا الموضوع. صباح الخير جميعا، وبشكركم على كل اللي مكتوب. بصوا يا جماعة، ما بنردش على الإساءة نهائي نهائي، من فضلكم تجاهلوا اللي اتقال. احنا قضيتنا واضحة وصريحة، احنا بنتكلم ان احنا ورا كل مصري في الخارج وبنساعد في ظل سيادة قانون الدولة اللي هو فيها، وبنؤكد على ثقتنا في القضاء الكويتي والعدالة الكويتية. اي حد يطلع هيقول حاجة فيها تجاوز، من فضلكم عدم الرد هو موت للكلام اللي اتقال. احنا مصريين واحنا عندنا ادب وعندنا اخلاقيات وعندنا مبادئ، ما بنردش الاساءة بالاساءة. احنا بنتكلم كلام موضوعي فيما يتعلق بحادث فردي، وبأكرر فردي، حصل في الكويت. اي تجاوز تجاهلوه تماما، مش عايزة حد يرد، مش عايزة هم يعني اي حاجة بتتقال عشان تجرجر كل الرد. فمن فضلكو انا بقولكو انا كوزيرة وانا اللي تم الاساءة الي، مش عايزة حد يرد نهائي وتعتبروا انه الكلام اللي اتقال فيه حقي كأنه لم يكن. وبشكركو وحافظوا على نفسكو، و يعني عارف اللي يقولك اعتبروا اللي اتقال ده هوا، اعتبروه هوا وتجاهلوا تجاهل تام. لما بيتم التجاهل الموضوع بيموت. انما زي ما بقول دايما، احنا مصريين، فاحنا مصريين نحافظ جدا على مصريتنا، نحافظ على الكلام اللي بنقوله. احنا وانتوا سفراء للدولة المصرية، محدش يغلطنا ومحدش يمسك علينا غلط. انا بعتقد ان دي هي رسالة شديدة الاتزان والدبلوماسية، وطبعا بتطلع من سفيرة وهي وزيرة الهجرة والمصريين في الخارج السيدة نبيلة مكرم. وملخص هذا الموضوع انه بلاش ننجرف وراء التجاوز والتجاوزات المضادة، لان ده ممكن يحصل بسهولة جدا ويسبب مشاكل الحقيقة مش في مصلحة اي من اي اطراف. ونحن نثق في دولة المؤسسات، دولة القانون، ونثق في القضاء الكويتي فيما يتعلق بخلاف كان حصل لمواطنة مصرية، اعتداء حصل تعرضت ليه في دولة الكويت الشقيقة.